السلام عليكم. بنعمل اليوم كريب. هلا هذا الكريب عبارة عن كوباية طحين، بيضتين مع فانيلا، 3/4 كوب حليب سائل، نص كوباية مي، 3 معالق زبدة دايبة، 2.5 معلقة سكر، كلهم نخفقهم مزبوط بالخلاط، شايفة؟ وبعدين بنحطهم هن بالخلاط، بنخليهم بالثلاجة مغطيين 2-3 ساعات قديش بدك. لما بدك تستعمليهم بتجيبي هاي مقلاية ممكن، أو بتجيبي هذا الجهاز، يعني خصوصي هذا الجهاز للكريب، شايفة؟ هلا بدنا نحط كفكيرة، بتحطي هيك، شايفة؟ بتحطي كفكيرة، وبعدين في عندك عصاية هيك بتحطيها، بتغطيها في المي اللي هي تيجي مع الأغراض الكريب. شوفي، يا سلام، ضلي تزيحي هيك فيها، شوف ما أحلاها، لغاية ما تصير رقيقة رقيقة وما يكون فيها كبتيل العجينة، يعني شايف ما أحلاها. أيوة شايف ما أحلاها. هلأ كمان بنستنى عليها شوي وبنقلبها عشان نحشي اللي بدنا إياه. إحنا حضرنا فراولة، حضرنا موز، نوتيلا، جوز، شايفة؟ ونوتيلا كمان، الكل بحبها بالنوتيلا على فكرة. إذا بدك جام كمان أنت حرة، شايفة؟ هلأ نستنى شوي عليها، شايفة ما أحلاها؟ يا سلام، بتشهي كتير حلوة. هلأ هي شايفة، بدنا نعمل نحط عليها النوتيلا. واو، الكل بحبها بالنوتيلا، أنا مش عارفة ليش، أنا ما بحب النوتيلا، أنا بدي أحط جام. كل واحد حر بمزاجه يعني. شايفة ما أحلاها؟ هاي أحفادي بيموتوا عليها هاي الأكلة. واو السلام، شو هيدا يا عمي، اشي رائع، راح تعجبكم كتير. قلتلكم هيك كان شقفة موز، السلام، والله تتضيف لملوك هاي مع الجوز، الله، أو بيكان إذا بدكم كمان بيصير، بس تفرموه وتطحنوه أو اشي. يا سلام، اللي بده كمان شوكولاتة ممكن يحط فوق، يذوب شوكولاتة ويحطها على الوجه هيك، شوف ما أحلاها. عملتها مثلثة، هلا نستنى شوي وبعدين نقلبها. شو رأيكم؟ يا سلام، تفضلوا يا حبيبي، ما أحلى، بتجنن، عاشوا عاشوا إيديكي، يرضى عليك يا لينا. هاي شايفة، أبي أول نحط شوية زبدة ونمسحها في المحرمة عشان ما تلزق معاكي، هاي نسيبها هاي النقطة. أيوة تكون سخنة، أيوة شايفة. هلا بنعمل كمان وحدة قدامكم عشان كفكيرة هيك، شايفين؟ أيوة، الله، هاي المعلقة هاي دايما لازم تضلها في الزيت، في المي، سوري. السلام، كتير رائعة. بتقدر تعمليها الصبح، تخفقيها تحطيها بالتلاجة، ولما يجوا الأولاد مثلا المغرب، العصر، أي وقت بتعملي لهم إياها. أوكي، زي ما بدك تحطي الحشوة. هلأ بنقلبها ونعملها، نحشيها زي ما بدنا، زي ما عملنا بهديك. بدك تقططلي؟ هي قلبناها، أنا بدي أحط جام، أبريكوت جام عليها. أيوة شوية، معلقتين، خلص بكفي، ما بدي كتير لأنه فيها هي سكر. أها، بدك كمان ماما؟ هاي الحشوات زي ما قلنا، زي ما بده كل واحد يعني. أنا حطيت جام وأبريكوت وحطيت موز وجوز، كل ناس شكل يعني بحبوا، كمان جوز. أيوة السلام، شوف كيف تتنيها،
تعمليها مثلثة تعملي مربعة أو مربعة. يا سلام شفتم أحلاها؟ بتجنن. الله يرضى عليك، رائعة رائعة. يسلموا يسلموا، كل سنة وأنتم سالمين، صحتين علينا قلوبنا وقلوبكم.